مختش أداءه كان مليح في الأفريق. محرزك تصريح مش يرمي يعني. يرمي الكرة عند عطال يعني وكأنه عطال ما كانش في يومه. أنا ما نقدش هذه اللي منها اللي الناس اللي ما مسكها حاجة عدنا منها. لا عطال ما كانش كوبليموتير. لا تصريح تعطيه. يعني تبقى كوبليموتير مع سيلبلو عطال مداري يكون يساند محرز. خالد في كرة. بارح بلق دراخ. حجي في كرة القدم. في كرة القدم. أنا وش نعرف؟ باش نبدلو مدافع. باش نبدل المدافع باسكو لا ديفونس اون برينسيپ هي لا بيس ميتريس او موت على ليكيب ان اريير دووا كونط اون شانج ان اريير دووا ولا اريير غوش انا ليا ولا لي دو الاخرين او مو بور بليسيور. اليوم الى الطاقم الفني والطاقم الطبي كانوا على بالهم باللي هذا عطال يلعب الى 60 دقيقه. علاش ندير ان شانجمون تاع ان ديفونسور؟ هي منطقيين لا ديفونس تقعد هي هو ما كانش مليح ياسين. شو هذا هو يوسف عطال ني منيش بصح ود اسيدي هو ما كانش مليح. الطاقم الفني والطاقم الطبي ما على بالهمش باللي هذا عطال يلعب الى 60 دقيقه لا ما هو ولا الى 70 دقيقه يلعب زوج مباريات وديه هذوك من قبل المنافسه بصح صافي لونطون ما يلعبش اي سسبونسيون دي 7 ماتش ولا شحال. معليش هذه اذا كانت دوسكا لا ما تجيبوش ما تسيليكسيونيهاش ولا عنده لك تشوف باللي هذا عنده ديفيسيت او نيفو دو كومبيتيسيون دوك لا ولا هكذا ما تجيبوش ما تجيب واحد اليوم يلعب ولا هكذاك شوف باللي الاخطاء كي جابوه ولا ما جابوش كي تشوف البارح الاداء تاع عطال نضرب اللي هذا عطال نعرفوا حنا قلت لك بالك لي دو ماتش دارهم قبل المنافسه عطاو له مقياس تاع اللي غلطوه خالد دقيقه شحال من بطاقه عطيني البارح شحال دينا من كارتون اربع بطاقات وبطاقه واحده للمنتخب احنا المنتخب الجزائري دينا شحال اربع بطاقات معناها شوف واسم الخصم تاعك اللي كان يدافع دا بطاقه واحده وانت اللي كنت هاجم ديت اربع بطاقات